مشاهدي بلقيس أينما كنتم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من المساء اليمني. تحل في هذا اليوم الذكرى 49 لعيد الاستقلال المجيد عن الاستعمار البريطاني. ففي مثل هذا اليوم غادر عدن آخر جندي بريطاني في خاتمة ثورة وطنية مسلحة دامت 4 أعوام، انطلقت من جبال ردفان وتعددت محطاتها ومنعطفاتها، وكان للطليعة المناضلة من أبناء عدن حظ وافر من الكفاح الذي عجل بقرار الرحيل البريطاني عن الجزء الغالي من جنوب الوطن. مثل الاستقلال بداية تحول كبير في تاريخ الدولة اليمنية، حيث تواصل العمل الثوري لينهي تركة المرحلة الماضية من الاستعمار ومن فسيفساء الدويلات من سلطنات وإمارات ومشيخات. وكانت الحركة الوطنية قد بدأت أولى خطواتها بإطلاق ثورة 14 من أكتوبر عام 1963 من جبال ردفان. شارك فيها مقاتلون عادوا للتو من شمال الوطن بعد مشاركتهم في حروب الدفاع عن ثورة 26 من سبتمبر. وبعودة هؤلاء حدث التحول باتجاه ثورة الاستقلال التي سخرت لها إمكانية الدولة الوليدة في شمال الوطن من سلاح وإعلام ومقاتلين. يحتفل اليمنيون بهذه المناسبة في ظل تحديات بالغة، لكنهم على ما يبدو لم يفقدوا الإصرار على مواصلة النضال باتجاه تحقيق الغايات الكاملة للاستقلال. عن ذكرى 30 من نوفمبر نخصص هذه الحلقة من المساء اليمني، وسنستعرض فيها دلالات هذه الذكرى وما ترمز له في سياق الثورة اليمنية وما تضيفه من قيمة لهذه المرحلة من المواجهة مع أعداء الثورة والتغيير. أرحب بضيفي في هذه الحلقة الأستاذ إبراهيم القعطبي، ينضم إلينا من نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا بك وبمشاهديك. وسينضم إلينا عبر الهاتف ضيوف آخرين ليشاركونا في النقاش في هذه الحلقة من المساء اليمني. نبدأ النقاش لكن بعد أن نشاهد هذا التقرير حول موضوع هذه الحلقة. ها هي ذكرى الاستقلال تعود من جديد، فبعد 4 عقود و9 أعوام ما تزال هذه الذكرى تحيي لدى اليمنيين إرادة الاستقلال وإبقائه أولوية ملحة، خصوصا في هذا المنعطف الخطير من تاريخ الدولة اليمنية الحديثة. في أهم مدن الموانئ اليمنية عدن، شهد اليمنيون لحظة حاسمة في تاريخهم حينما غادر في 30 من نوفمبر عام 1967 آخر جندي بريطاني ومعه طوت المدينة تاريخا من الاستعمار، لكنها لم تطوي بعد تجربة المقاومة والنضال والكفاح من أجل استمرار مشروع الاستقلال والدولة من تحديات كثيرة، أخطرها تلك التي استهدفت هذا المشروع في 21 سبتمبر 2014. بسم الله الرحمن الرحيم. في كلمة له عشية ذكرى الاستقلال قال الرئيس هادي متحدثا من عدن: نلمح المدينة تطرد المعتدين، ونبصر البنادق تكسر جبروت الغزاة، ونرى اليمني العظيم ينتفض ماردا في وجه المستبدين. ما تزال عدن تلخص قصة النضال اليمني، فمن رحم هذه المدينة ولدت فكرة التحرر الوطني، وفيها أعيد الاعتبار لتاريخ اليمن مع إعادة تحقيق الوحدة في 22 من مايو عام 1990. في صيف 2015 بدأت من عدن معركة التحرير الجديدة ضد أحدث نسخة من الغزاة الذين أرادوا إعادة إنتاج الدولة الشمولية ودفن مشروع الدولة الاتحادية متعددة الأقاليم. كان 30 من نوفمبر خاتمة المطاف لثورة 14 من أكتوبر 1963 التي انتصرت فيها إرادة اليمنيين واختلطت في خضمها دماء تضحياتهم. ومع حلول ذكرى هذا الحدث الوطني الكبير يتجدد الأمل بمستقبل يطوي فيه اليمنيون إلى الأبد كل المشاريع التي تستهدف اليمن أرضا وإنسانا وجذورا وهوية. أعود إلى ضيفي من نيويورك الأستاذ إبراهيم قعطبي. أستاذ إبراهيم كل عام وأنت بخير وكل اليمنيين. بداية، أهمية هذه اللحظة التاريخية 30 من نوفمبر. أنا في اعتقادي ذكرى 30 من نوفمبر هي ذكرى عظيمة على كل اليمنيين، وهي
ذكرى الجلاء البريطاني الاستعمار البريطاني من الأراضي الجنوبية في الجمهورية اليمنية. أعتقد الأهم في هذا التاريخ وفي هذا التوقيت، البلاد تمر بحرب انقلابية كما قال البردوني، القزو من الداخل، يعني غزاة لا نشاهدهم ولكن سيف الغزو في صدري. هذه الذكرى هي ذكرى مهمة جدا. اليمنيين ما زالوا يناضلوا لتحقيق يعني أهداف هذه الذكرى وأهداف الثورتين 14 من أكتوبر و 26 من سبتمبر، وأيضا ثورة الشباب في فبراير 2011. هذه الذكرى تعود علينا أنه الكفاح والنضال ما زال مستمر من أجل قيام دولة عادلة ومستقلة. الذكرى هذا الذي أتت وأنهت يعني عصور الظلام الذي كان فيها الطبقية من السلطنات والمشايخات وغيرها التي كانت تتحكم وكانت تتحكم بين الطبقات ويعني تنشر اللامساواة والاستعمار الداخلي. فهذه الذكرى مهمة جدا، لأنه اليمنيين الآن يبحثون على دولة، هناك لا يوجد الآن حتى شبه دولة. نعيد إلى يعني أهداف الثورة الذي قامت عليها في الجنوب وفي الشمال، الثورات اليمنية الخالدة في الستينات وفي 2011، ما زلنا يعني نناضل من الجميع يناضل من أجل قيام دولة عادلة ومستقلة تنهي فيها الطبقية، يكون هناك المرجعية للشعب وللمواطن، يحتفظ المواطن اليمني بكافة حقوقه وحرياته بعيدا عن تحكم الهضبة أو أي ميليشيا أو جهة ما. طيب المفارقة في توقيت 30 من نوفمبر ربما كان هو الحدث هذا. 30 من نوفمبر كان في لحظة انكسار عربية يعني خالدة في التاريخ ربما في عام 67. المفارقة من ناحية الزمن كيف تنظر لها أنت؟ أنا أعتقد أنه لا يوجد هناك مفارقة حقيقية، هناك أنه النضال من أجل بناء دولة هو يعني حراك مجتمعي مستمر. يعني كما تعرف حتى في الديمقراطيات الحديثة والديمقراطية التي لها 2200 عام كالولايات المتحدة، الحراك ما زال مستمر. نحن أحيانا نعول فقط على يوم الثورة أو نحتفل بيوم الثورة، لكن الثورة الحقيقية هي التي يستمر فيها الشعب في مطالبة حقوقه، في إنهاء الطبقيات، في إنهاء يعني عصور الطاقية، وكما حصل في 2011 عندما قرر الشعب اليمني أن إنهاء حقبة استخدم فيها مجموعة من شمال الشمال باستخدام القبيلة والتأثر بالجغرافية لحكم بقية اليمن من خلال غلاف جمهوري وبداخله حكم ملكي أسري كما حصل للأسف الشديد. لكن أنا في اعتقادي أنه الأهم من كل هذا هو أن النضال والثورات هي مستمرة، هي فيما نعمله في حركاتنا اليومية وفي وقفاتنا اليومية وفي مقارعة التقاة والظلم. وأنا في اعتقادي هذا الذي يحدث اليوم هي رمزية مهمة، لكن الأهم هو ما الذي يجب علينا أن نفعله اليوم في مقارعة الإمامة الجديدة التي تحتل صنعاء، وأيضا في الميليشيات الأخرى التي توجد هنا وهناك. لكن الذي يجب على الشعب اليمني أن يدركه أن هذه الذكرى الخالدة، هناك يعني يمنيين شهداء ثوار أقاموا هذه الثورات من أجل التخلص من هذه العصور الظلامية، من أجل بناء دولة عادلة ديمقراطية، ومن أجل أن يحكم الشعب نفسه بنفسه، لا تتسلط لا قبيلة ولا جهة جغرافية على حقوق اليمني وحرياتهم وثرواتهم. طيب أستاذ إبراهيم، يعني نحن الآن نحتفل بالذكرى 49 لعيد الاستقلال الوطني، لماذا بعد 49 عام ما زلنا نتحدث عن نضال اليمنيين في طريق الاستقلال الدولة الوطنية؟ وإلى متى سيظل محكوم على اليمنيين المضي في تحقيق أهداف الثورة؟ دول كثيرة ربما في ذات التوقيت أو في ذات هذا التاريخ قد تحققت لها إنجازات كثيرة وقد تجاوزوا هذه المرحلة. كما ذكرت، هناك معنا مشكلة داخلية. أنا أعتقد أن الاستقلال من مثلاً الاستعمار البريطاني قد انتهى. الآن الحقيقة الذي يجري في الشعوب العربية وبالذات في اليمن هو أن لدينا استعمار داخلي
خبيث يتسلط على كل اليمنيين، يتسلط على حقوقهم وثرواتهم. ولذلك هذه هي المشكلة، لأنه انعدام النظام العصبوية الموجودة في اليمن، التحكم من قبل جهة، وأيضا النظام السابق هو الذي عادنا إلى هذا بحرمان اليمنيين من حق التعليم، من حق الصحة، من حق المشاركة في الحكم، وهذا كله أثر على نضال اليمنيين وعلى يعني الوصول إلى أهدافهم المرجوة في بناء دولة حديثة تكون اليمن في مقدمة الشعوب، يكون هناك استقلال. أنا في اعتقادي الاستقلال الحقيقي اليوم هو الاستقلال الاقتصادي والعسكري. هذه المكونات لا توجد بسبب أنه كان لدينا حفنة من المتسلطين على هرم السلطة، وسلطوا كل ثروات الشعب من أجل أسرة أو قبيلة، ومن ثم يعني يشعلوا الحروب القبلية في شمال الشمال كما نعرف، وفي المناطق الوسطى هناك يعني منذ وصول المخلوع علي عبد الله صالح وقبيلته إلى الحكم هناك أكثر من 500 حرب قبلية انتشرت. طيب. وكانت ممونة من قبل المخلوع صالح، فلذلك حتى النظام أنت ربما ربطت الحالة والصراع الدائر حاليا ربما بالداخل. سنبحث معك في هذه الحلقة لاحقا في موضوع ارتباطها بالخارج، لكن نشرك معنا من القاهرة الأستاذ علي الصراري، عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني. أهلا بك أستاذ علي، وكل عام وأنت بخير. أهلا وسهلا أستاذ علي. لو نتحدث معك عن التحولات السياسية المهمة والمصاحبة لنوفمبر وما بعد نوفمبر. أولا شكرا، والواقع أن هذه المناسبة الآن تستحق كل الاهتمام، وتستحق فعلا أن يلتفت إليها كل اليمنيين، لأنها علامة مهمة في تاريخ الشعب اليمني. 3 نوفمبر هو في الواقع منعطف مهم باتجاه أولا حسم هوية الجنوب، حسم موضوع أن الجنوب جزء من اليمن، وأن هناك إمكانية لإقامة دولة يمنية كبرى، وهذا الفضل يعود إلى الجبهة القومية التي قادت النظام المسلح في جنوب اليمن، واستطاعت أن تسيطر على المناطق وأن تطرد عملاء استعمار من هذه المناطق، وأن تحرر المستعمرة عدن، وكان هذا في 30 نوفمبر. بعد 30 نوفمبر قيادة الجبهة القومية حقيقة أعطت الاستقلال الوطني مضمونا وطنيا اجتماعيا ثقافيا جديدا، ولهذا حسمت موضوع الهوية الوطنية للجنوب، وحسمت موضوع أن الدولة في اليمن هي دولة الشعب، ولهذا اتخذت مجموعة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تخدم الطبقات الفقيرة، وتخدم مجموع أبناء الشعب. وبالرغم من الأخطاء التي رافقت هذه التجربة، لكنها تظل هي التجربة الوحيدة التي حققت نجاحات. أولاً في إنهاء الأمية 100% من الجنوب اليمن، وهي التجربة التي أعطت للمرأة حقها، وكانت الدولة العربية الثانية إلى جانب تونس في منح الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمرأة، وهو البلد الذي استطاع أن يلغي التمايز بين فئات الشعب، وأن يمنح الفئات الفقيرة فرص لم تكن متاحة لها، وأيضا إلى جانب ذلك حقق منجزات اقتصادية واجتماعية وتعليمية كبيرة. ربما أيضا من الإنجازات المهمة التوجه الوحدوي، يعني ابتداء من توحيد السلطنات وصولا إلى الوحدة السلمية، ماذا يمكن أن تقول في هذا الموضوع؟ نعم، هو أولا كانت القوى القديمة، قوى الاستعمار وقوى السلاطين والإقطاع والرجعية في جنوب اليمن، تدعو إلى استمرار الأوضاع في الجنوب كما هي، خاضعة للهيمنة الاستعمارية ومقسمة على أساس إقطاعيات وسلطنات ومشيخات وإمارات،
ولكن الثورة استطاعت أن تقيم دولة قانون حقيقية، وأن توصل سلطة الدولة سلطة القانون وليس سلطة الجيش والأمن، سلطة القانون إلى مختلف مناطق البلاد. وبهذا لم يكن المواطن في الجنوب يشعر بأنه يعاني من قهر الجيش وقهر الأمن، ولكنه كان يخضع للقانون. هذا القانون الذي كان يعني يدير ويعني كان الحاكم والمحكوم يخضعون لهذا القانون على حد سواء. أنا أعتقد أن دولة الاستقلال هي كانت وبفضل القيادات الشجاعة والقيادات التاريخية التي أدارت هذه الدولة استطاعت أن تحقق منجزات كبيرة، وكانت تقدم نموذجا حقيقيا لليمن الموحد. ولكن للأسف الشديد بعد أن تحققت الوحدة وهي واحدة من أهداف الاستقلال الوطني، أجهز علي عبد الله صالح وحلفائه المتخلفين في يجهزوا على هذه الوحدة وألغوا مضمونها الوطني الديمقراطي وحولوها إلى سلطنات ومشيخات وإقطاعيات، وسيطروا على الأراضي وعلى الثروة وعلى الممتلكات، وقاوموا التقدم وقهروا كل ما له علاقة بالتطور في هذا البلد. طيب، هناك رأي للبعض بأن موضوع الانقلاب على مخرجات الثورات اليمنية ربما سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وصولا إلى ثورة 11 من فبراير هو يهدف إلى ضرب مشروع الوطنية والحركة الوطنية، ربما إلى أي حتى اتفق مع هذه الرؤية أستاذ علي؟ فعلا الحركة الوطنية وهي طبعا تسلسل تاريخي مترابط لا يمكن أن يفهم إلا معرفة كل مراحله وأجزائه. الحركة الوطنية كانت تطمح إلى التقدم والتخلص من الجهل ومن الفقر والتخلص من هذه الموروثات المتخلفة، وإقامة دولة قانون وحسم قضية الحكم بما يجعل الشعب هو صاحب الإرادة التي تقرر من يحكم ومن لا يحكم. وفي تقديري أن الصراع الذي شهدته اليمن خلال 50 سنة الماضية كان على الدوام، هو بين قوى الاستبداد وقوى التخلف وبين قوى التقدم والديمقراطية. وللأسف الشديد أن قوى التخلف وقوى الإقطاعية والإمامية نجحت في الأخير وأقامت تحالفها الذي تجسد في تحالف علي عبد الله صالح مع الحوثيين، وذهبوا إلى تقسيم البلد بشكل كامل من خلال محاولتهم السيطرة وبالوسائل العسكرية، ملغين تماما هذا التاريخ الطويل من النضال الذي خاضه الشعب اليمني من أجل الحرية، ونحن في أتون حرب مدمرة أشعلها هؤلاء. لكن هناك أستاذ علي الكثير من اليمنيين ما زالوا يتفاءلوا ربما بتجاوزهم لهذا التحدي، وإرادة اليمنيين ستعود من جديد لبناء الدولة اليمنية الجديدة ربما. شكرا جزيلا لك على هذا الاستحضار لمعاني ثورة 30 من نوفمبر. شكرا لك أستاذ علي الصراري العضو المكتب السياسي لحزب الاشتراك اليمني، كنت معنا من القاهرة. أعود مرة أخرى لضيفي من نيويورك الأستاذ إبراهيم قعطبي. أستاذ إبراهيم، المرحلة التي تلت الاستقلال في إطار الترتيب لمشروع الوحدة وتجاوز موضوع السلطنات والمشيخات، كيف تنظر لما حدث في ذلك الوقت؟ أنا أعتقد ما حصل في المحافظة الجنوبية كان قطعوا شوطا كبيرا يعني في إرساء دولة النظام والقانون، وهي رسالة واضحة بأن الشعب اليمني يستطيع المضي قدما نحو دولة مزدهرة، نحو نظام وقانون حاسم، نحو تحول يعني علمي وثقافي وتنموي. وهذا ما حصل في الجنوب بعد الاستقلال. نحن نعرف أن الجنوب كانت هناك دولة حقيقية وكان هناك جيش حقيقي وكان هناك يعني نظام يهابه الجميع، وأنهت
ايضا ما يعني تسلط السلطنات، كما في المحافظه الجنوبيه كان هناك تسلط القبيله على المواطن اليمني العادي، كان انهاء لكل تلك المشاريع الصغيره يعني، والعبور نحو بناء دوله حقيقيه. وهذا حصل في 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 المحافظه الجنوبيه، وهذا دليل واضح انه باستطاعتنا تجاوز كل المراحل التي يحاول يعني مجموعه او فئه او جهه من موقع جغرافي يمني ان يعيدنا الى الخلف. الارض اليمنية خصبه وتستطيع بناء دوله يمنيه قويه وانهاء كل هذا المواجهات التي ما زلنا نحاربها من الجهل. طيب استاذ ابراهيم، اهميه استحضار فكره التحرر الوطني في هذا الظرف الصعب والمعقد الذي تمر به البلاد مهمه جدا. ما يجري الان في 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 مأرب وفي تعز، القتل الهمجي الذي يتعرضه له ابناء تعز من نساء واطفال ورجال، ومقاومه من قبل الميليشيات الاماميه، شيء واضح انه الحراك ما زال قوي وموجود. لكن يجب ان نفرق هنا ان الشعب في مواجهه ميليشية عسكرية يعني استولت على قوة الدولة واستولت على سلاح الدولة وتحارب الشعب اليمني به، لكن هناك لن يستطيعوا ولن يستطيعوا حتى حسم يعني النظام الحكم الإمامي الذين يتجهون نحوه. أنا في اعتقادي ترى ما يجري في مأرب، في المحافظات الجنوبية، في تعز، في البيضاء، في مناطق كثيرة، هناك توجه شعبي كبير لإنهاء هذه الحالات من الانقلاب والتسلط من قبل مجموعة أو من قبل جهة على رقاب الشعب اليمني وعلى ثرواته. أنا في اعتقادي أنه آخر اليوم سيتجه اليمنيين نحو بناء دولة لا مركزية، دولة فيدرالية، وهذا هو الحراك الأخير لإنهاء المركزية الشديدة التي جرتنا إلى هذه الحرب، وإنهاء تحكم شمال الشمال على الثروة والسلطة من خلال تحكمها على صنعاء ومركزية النظام الذي يصب كل ثرواته وأدوات حكمه في صنعاء. فالحراك ما زال مستمر، كما تعرف الثورات العظيمة كما حصلت في فرنسا أخذت يعني سنوات طويلة حتى أن وصلت الشعوب اليوم الذي تسمى بشعوب العالم الأول المتقدم، أخذتها عقود من الزمن إلى أن وصلوا إلى النظام الديمقراطي الحقيقي الذي ينهي تسلط الفرد أو الجماعة بنظام الحكم والديمقراطية فيه. فأنا طيب موضوع الارتهان للخارج والمشروع الميليشاوي ربما هو الآن حاضر في هذا الوضع، هناك من يرى أنه ربما قد يكون اليمنيون أمام موجة اجتياح جديدة ربما على ضد من إرادتهم، كيف يمكن تجاوز هذه النقطة؟ فاعتقادي الأول أن تستمر المقاومة وأن يندفع اليمنيين كلهم نحو المقاومة أو والتحرر أو الانبطاح. المشروع الثاني هو الانبطاح، الانبطاح لمن يوجدون في الكهوف، لمن يسمون أنفسهم أنهم من السلالة المحمدية وأن لهم حق حكم اليمنيين بالقوة وتركيعهم عند أقدامهم. الشعب اليمني أمام فرصة حقيقية، إما أن تعيش حرا أما أن تعيش أو تعيش ذليلا ومسلوب من كل حقوقك وحرياتك. التوجه الحقيقي أنا في اعتقادي أن نحن في معركة لها أطراف متشعبة، هناك تدخل إقليمي وتدخل دولي وأيضا أدوات داخلية تلعب بكل هذه الملفات، لكن آخر اليوم الحقيقة أنه يجب أن يعرف الجميع أنه لن يحكمنا لا قبيلة ولا منطقة بحد ذاتها، وأن اليمنيين قد تحركوا. نتوقف عند هذه النقطة أستاذ إبراهيم ونشرك من صنعاء ضيفنا عبد الباري طاهر الكاتب الصحفي المعروف. أستاذ عبد الباري أهلا بك من صنعاء وكل عام وأنت بخير بمناسبة الذكرى 49 للثلاثين من نوفمبر. عندما نتحدث عن إرادة الشعب، ما أهمية ذكرى 30 نوفمبر؟ ذكرى 30 من نوفمبر أنها حققت السيادة الحقيقية الاستقلال. هذا الاستقلال كان شفر من الوطن يخضع للاستعمار، تصدت مجموعة من شباب الحركة الوطنية من التيار القومي بقيادة الجبهة القومية في يعني 14 من أكتوبر وناضلت على مدى 3 سنوات، وانتشر هذا الكتاب
المسلح في معظم أرياف ومدن الجنوب، بدعم ومساندة الثورة أيضا السبتمبرية في الشمال، وبدعم الثورة كما يوليو في مصر، ثورة الزعيم العربي جمال عبد الناصر وحركات التحرر الوطني في العالم، والمعسكر الاشتراكي يومها بقيادة الاتحاد السوفيتي. هذه القوى كلها، وكان الأساس حقيقة الحركة الوطنية في الشي الجنوب التي حققت الاستقلال عبر كفاح مسلح وحصلت على السيادة والاستقلال في 30 من نوفمبر. أهمية هذا اليوم أن حقق منجز مهم جدا، ووضع اللبنة الأساسية في منطقة قابلة لبناء الدولة. قبل 30 من نوفمبر حصل انقلاب 5 نوفمبر، واستعادت القوى التقليدية القبائل المشايخ المجمرين، يعني البقية من الأحرار والذين لا يفهمون ولا يعطون مكانة وأهمية لبناء الدولة. في الجنوب كانت هذه القوى التي لها علاقة بالعصر وبتيارات العصر وبقوى العصر أكثر إمكانية، في إضافة إلى البيئة نفسها في الجنوب لقابلية بناء الدولة. فالمأشاة أن ينتصر هذا اليوم في الجنوب لتأسيس دولة، وتنتكس في الشمال إمكانية بناء الدولة من خلال انقلاب المشايخ المجمهرين على الثورة والجمهورية، وكانت ما سمي بعد ذلك بالمصالحة الوطنية، ودخلت البلد في حروب بين الشمال والجنوب، بين الجنوب والجنوب، بين الشمال والجنوب والشمال، حتى وصلنا إلى كارثة حرب 94 التي دمرت الكيان اليمني شمالا وجنوبا، وأسست لسلطة يعني تعود إلى القبيلة وإلى العشيرة وإلى هوية ما قبل الدولة. توالت الظروف الصعبة إلى ما وصلنا إليه الآن. أهمية استحضار نوفمبر مع الوضع الصعب والمعقد الذي نعيشه الآن. هذه أهمية الاستحضار، أن نعود إلى قضية الدولة وبناء الدولة والقوى والمكان والزمان التي ممكن تبنى فيها الدولة. هذه القوى الآن التي حكمت من 5 نوفمبر، وبالأخص مشايخ القبائل المجمهرة، بدعم أيضا من قوى دينية معينة والأحرار اليمنيين، هؤلاء شكلوا عائق حقيقي أمام بناء الدولة، فلم تبنى الدولة وتعطل وأعيد بناء الدولة حتى جاء الشهيد إبراهيم الحمدي، ومن جديد بتضافر جهود الشهيدين سالم ربيع علي وإبراهيم الحمدي وضعت أسس لبناء دولة جديدة، دولة وحدة يمنية. أيضا اغتيل هذا الحلم بمقتل سالم ربيع علي واغتيال الحمدي، وأعدنا إلى مربع القبيلة، وجاء علي عبد الله صالح وحكم يعني 33 عام من عمر اليمن، وضعت فيه القبيلة على رأس الدولة وارتد بالدولة إلى ما دون مستوى المجتمع والكيان. طيب كان هذا الخلل الحقيقي. استعادة هذا اليوم أن نستعيد هوية بناء دولة يمنية، دولة اتحادية ديمقراطية، ولن يبني هذه الدولة إلا تشارك كل الأطراف اليمنية وبالأخص الشباب والمرأة والقوى التي ثارت في 11 فبراير 1911. طيب أستاذ عبد الباري، مشاريع الميليشيا والارتهان للخارج، هذه المشاريع وأيضا المشاريع الطائفية، أين تقف من إرادة اليمنيين؟ هل اليمنيين حاليا قادرين على مواجهة هذه المشاريع؟ يا سيدي، إرادة اليمني الآن مغيبة، والآن إرادة اليمني منتقصة، ولكن هذا التغييب وهذا الانتقاص لن يدوم إلى الأبد. غيبت يعني الإرادة اليمنية خلال 33 عام من حكم صالح، والآن تعود أيضا إلى التغييب، لكن هذه في تاريخ الشعوب لحظة من اللحظات وليس كل الزمن. فبالتركيز على الإرادة اليمنية، على المعاني العظيمة لنوفمبر، المعاني العظيمة لسبتمبر، لأكتوبر، ل22 مايو، ولوحدة وإرادة اليمنيين في الشمال والجنوب والشرق والغرب، ممكن استنهاض همم الناس. وطبعا إرادة الشعوب لا تموت، هي تخفت، هي تضعف، هي تتوارى، ولكن في أي لحظة ممكن يستعيد الشعب اليمني عافيته ويستعيد مجد 30 من نوفمبر. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الباري طاهر، كنت معنا من صنعاء. نتوقف مع فاصل ومن ثم نعود لاستكمال ما تبقى في هذه الحلقة من المساء اليمني والمخصصة للاحتفال بذكرى 30 من نوفمبر.
من جديد أهلا بكم مشاهدي قناة بلقيس لهذه الحلقة من المساء اليمني. أعود لضيفي في نيويورك الأستاذ إبراهيم قعطبي. أستاذ إبراهيم، نتحدث عن اللحظة الراهنة في تاريخ اليمنيين ونحن نتحدث عنها، ربما نتحدث عن مشروع استقلال الدولة الوطنية. أخطر التحديات التي تواجه هذا المشروع الآن من وجهة نظرك؟ أخطر التحديات هو هناك تخاذل في بين قوى الاستقلال، أصلاً قوى التحرر. أنا في اعتقادي أنه ما يجب الآن هنا أن يكون هناك يعني تلاحم شعبي قوي ومقاومة قوية لإنهاء الحالة الإنقلابية وميليشيات الحوثي وصالح. الرمزية في 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 عيد الاستقلال هو أنه بإمكان اليمنيين بناء دولة. الرمزية هو أن اليمني أصبح حرا يتحكم بشؤونه، وهذا ما أتت به الثورات السابقة، أن اليمني باستطاعته بناء دولة مزدهرة، وهذا ما حصل في عهد الرئيس الشهيد إبراهيم الحمدي، أن اليمني باستطاعته بالوصول إلى الوحدة الحقيقية، وهذا ما تحقق في 1990 ولكن انقلب عليه في 1994 عندما انقلب المخلوع علي عبد الله صالح على مشروع الوحدة ومشروع بناء الدولة الحقيقية الذي تأسس في تلك المرحلة. كان هناك مشروع بناء دولة حقيقي، هناك كان دستور حقيقي، ومن ثم انقلب على الدستور هذا وفصله بما يعني يليق له ولعائلته ولقبيلته. الأهم أن يظل اليمنيين أن لا ييأسوا. هذه المرحلة التي دمرت بها ميليشيات الحوثي وصالح جزء كبير من 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 اليمن ومن مشاريعه ومن يعني نهب ثرواته ستكون عابرة، ستكون جزء من التاريخ. على اليمنيين أن لا ييأسوا وأن يناضلوا وأن يقاوموا كما قاومت الدول الحديثة في السابق، وأن يوصلوا إلى مشروعهم القائم على بناء دولة اتحادية فدرالية مبنية على أن الحاكم الحقيقي فيها هو الفرد اليمني، بحيث أنه يستطيع بناء دولة تبني له كل ما يطمح إليه من ازدهار وتقدم والوصول ومنافسة العالم الأول والاستقلال في طيب الشيء. أستاذ إبراهيم، من عدن قالها الرئيس هادي ربما أن موعد جديد وتاريخ جديد ينتظر المنطقة العربية بعيدا عن التدخلات والمشاريع الطائفية. من وجهة نظرك ما الذي ينتظر اليمنيين؟ اليمني يجب أن يحرر نفسه، يجب أن لا ننظر بعيدا عن ما يحدث في الداخل اليمني. هناك حالة انقلابية داخل البلد، هناك مصالح خارجية تتضارب من أجل مصالحها، لكن المواطن اليمني والمقاومة اليمني يجب أن يركز على مصالحه ومصالح شعبه فالدرجة الأولى بعيدا عن مصالح الآخرين، ومع ذلك يعمل مع العالم الخارجي والإقليمي وفي ظل الظروف التي تمر حوله. لكن يجب على اليمني أن يركزوا على الحرية، على الاستقلال، على إنهاء الانقلاب، على مواصلة المشروع الوطني الذي يعني أقامه آباؤنا وأجدادنا في ثورة 26 من سبتمبر 1962، وأيضا في 14 من أكتوبر وفي 30 من نوفمبر. هذه هي بداية الانطلاقة من أجل بناء يمن قوي مستقل ومستقر اقتصاديا وعسكريا، وأن ينهي هذا وأن نعود إلى الأهداف التي تنهي الجهل والفقر والمرض والتعصب الذي عاده اليوم أو يحاول إعادته ميليشيات الحوثي وصالح. أنا في اعتقادي نحن في 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 تحول جديد، يجب على الجميع أن لا ييأس، يجب على الجميع أن يناضل وأن لا يستمع إلى وسائل الفبركة التي تحاول أن تدخلنا في موضوع اليأس. النضال يجب أن يستمر كما استمر به آباؤنا وأجدادنا حيث حرروا البلد من يعني من الاستعمار الخارجي البريطاني المتمثل في بريطانيا وإنهاء السلطنات في الجنوب وإنهاء الإمامة التي حكمتنا 1000 عام في الشمال. وبإمكانهم أن ينهوا هذه الميليشيات الإنقلابية التي حصلت في 2016 وطوي هذه الصفحة الإمامية مرة وإلى الأبد. نحن أمام دولة تبنى في مأرب وأمام ثورة حقيقية ما زالت متواصلة في تعز، وأمام يعني بناء دولة الآن ونقل البنك المركزي إلى عدن والأراضي الجنوبية تتحرر نحو بناء دولة حقيقية، وهذا ما يتطلع إليه اليمنيون
منذ أكثر من 1000 عام وليس من اليوم أو من الأمس. نحن أمام تحول حقيقي ويجب إنهاء هذه الانقلاب الذي حصل في اليمن، وأنا في اعتقادي أن الانقلاب هذا سيزول مرة وإلى الأبد، مهما جلب لنا المجاعة، مهما جلب لنا الدمار، إلا أن هذه الصفحة سوف تطوي، إن لم تطوي باليوم ستطوى في الغد. وأن الشعب سأعود لك أستاذ إبراهيم، أستأذنك بأن نشرك معنا من الرياض أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء الدكتور أحمد عتيق. أهلا بك دكتور أحمد. مرحبا وسهلا دكتور أحمد. 30 نوفمبر محطة لانطلاق اليمن الجديد، أهمية ذكرى نوفمبر هذا العام. أنا أتكلم عن 30 نوفمبر اليوم وأشعر بالألم الشديد، أشعر أننا نحتفل في الوهم. ليس هناك احترام لمناسبتنا الوطنية، ليس هناك أدنى اعتبار لقيمنا وتضحيات آبائنا وأجدادنا وتضحياتنا اليوم، ليس هناك من يعني لفتة كريمة من يدعون أنهم ينتمون إلى هذا الوطن بما قدم ويقدم الآن على هذا الوطن من تضحيات كبيرة. لذا أنا أشعر أن الوطن يعاني من يتكلم يسلك سلوك يناقض لما يعني يتبناه من شعارات. هناك صراع حقيقي على أرض الوطن بين الحفاظ على الاستقلال وبين الانقلاب ضد الاستقلال، الثورة ضد الوطن الواحد باسم هذا اليوم، باسم 30 نوفمبر. اليوم نشاهد أن هناك كثير من البيانات تصدر وتدعي يعني أمور اليمنيون نسوها تقريبا، وإن كانت هناك بعض الأسباب التي أيقظت هذه الدعوات البغيضة، لكن ما يحدث ليس مبرر مطلقا لأن ننعش هذه الدعاوى الباطلة والخبيثة في حق الوطن. طيب قلت في إحدى كتاباتك دكتور أحمد أن عدن كانت حاضنة للثوار والأبطال ضد سواء مشروع الاستعمار أو مشروع الإمامة، أين تلتقي الإمامة مع الاستعمار من وجهة نظرك؟ هذا المقال أنا كتبته في ذكرى 30 نوفمبر 2012. اليوم هناك متغيرات جديدة، والواضح أن الإمامة والاستعمار أصبح في هذه اللحظة وجهان لعملة واحدة. لم يعد لدينا مستعمر خارجي مباشر، وإنما أصبح لدينا مستعمر داخلي يعمل لأجندات خارجية سواء كان في الجنوب أو في الشمال. في الشمال باسم عصابة الانقلاب، وفي الجنوب بأسماء كثيرة وتحت يافطات كثيرة، وإن كانت تدعي أنها تسأر أو تثور من أجل الوطن الحبيب. وأنا أعتقد أن من يثور لهذا الوطن يجب أن لا ينقلب على منجزات الوطن، يجب أن لا يدين 30 نوفمبر بانقلابه عليها، وأن ينعش حركات الانفصال وحركات الحركات التحرر المزعومة الآن. من نتحرر؟ نتحرر من الوحدة، نتحرر من الوطن، نمزقه. أنا أقول أنه من يدعي هذه الدعاوى عليه أن يتحسس هويته الحقيقية، عليه أن يتذكر أو أن يتلمس جذوره، هل هو ينتمي فعلا إلى هذا الوطن أم أنه وجد بالصدفة على هذه الأرض. طيب دكتور أحمد، في دقيقة لو استطعت أن توجز أهم التحديات التي تواجه اليمني الآن في إطار سيرهم نحو تحقيق مشروع الدولة المستقلة، الدولة الوطنية. كثير من الأمور التي يجب أن يعمل اليمنيون من أجل تجاوزها والتغلب عليها. اولا انقلاب عصابة الانقلاب التي تعمل على تمزيق هذا الوطن، ونحن نلاحظ انها اعلنت حكومه في صنعاء اذانا بالانفصال، وان كانت تتضمن في عضويتها جنوبيين، لكن توقيت اعلانها في 28 نوفمبر يعني انها تدين الوحده وانها ضد الوحده وانها ضد اي عمل وطني. ايضا هناك الحركات الإرهابية سواء كانت شمالية أو جنوبية، شيعية أو سنية، وطنية أو تدعي أنها وطنية وهي تعمل ضد الوطن. أيضا الأزمات الاقتصادية، الأزمات الأمنية، كثير من العوامل
عدم استغلال الشرعية لأدواتها في أخ في استعادة المبادرة، يعني استعادة زمام المبادرة. هناك أدوات كثيرة الشرعية تهملها، لا تستغلها بطريقة صحيحة، وخاصة الإعلام والخارجية. هذه هاتان الأداتان يعني أعتقد إن استعملتهم الشرعية بطريقة صحيحة، فأنا أعتقد أن قضيتنا كشرعية ووطن ستصل إلى يعني أعماق عقول العالم، وليس يعني مجرد سماع. شكرا لك دكتور أحمد. تحديات كثيرة، لكن يعني يمكن أن نجملها بهذه الأمور التي ذكرتها، ويجب على اليمنيين أن يعملوا في إطار يعني الوحدة وإطار الوطن الواحد وفي إطار الهوية الواحدة. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد عتيق، كنت معنا من الرياض، أستاذ علم الاجتماع في جامعة صنعاء. أعود ونختم هذه الحلقة مع ضيفنا من نيويورك الأستاذ إبراهيم قعطبي في نص دقيقة، إذا كانت لك كلمة أخيرة. بما أنه يجب أن نتذكر يعني الذكرى الخالدة، ذكرى 30 من نوفمبر وذكرى الاستقلال، يجب على اليمنيين الآن أن يتساءلوا ما الذي نحن سنعمله وسنقوم به في 2016 وفي 2017. ما الذي سيسألنا عنه الجيل القادم؟ هل رضخنا للاستعمار؟ هل رضخنا للاستعمار الداخلي؟ هل رضخنا للإمامة؟ أم نحن تحركنا نحو استقلال الدولة، نحو تحرير الأراضي اليمنية وبناء الدولة الحاضنة للجميع؟ هذا الذي يجب أن يفكر فيه اليمنيون. يجب أن لا نفكر فيما يجب أن يقوله لنا الخارج بأن نحن نمر بمجاعة وشؤون إنسانية، يجب أن نحصل على الدواء والعلاج. أهم شيء يجب أن يفكروا فيه اليمني هو كرامته واستعادة حقوقه واستعادة دولته. هذا اليوم الذي يجب أن نصنعه، يجب أن نقول للجيل القادم أن نحن وقفنا في 2016 لإنهاء الحالة الإمامية الظلامية القادمة من شمال الشمال، إنهاء هذا المشروع مرة وإلى الأبد. يجب أن نفكر في اليوم وأن نتطلع إلى الغد. يجب أن شكرا لك أستاذ إبراهيم عن الماضي، ويجب أن نمر نحو المستقبل وننهي هذا الانقلاب ونتحول نحو اليمن الاتحادي القوي والذي يحضن كل اليمنيين. شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم قعطبي، كنت معنا من نيويورك المحلل السياسي، وأيضا الشكر موصول لضيوفنا في هذه الحلقة الدكتور أحمد عتيق وأيضا الأستاذ عبد الباري طاهر والأستاذ علي الصراري. وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، تحية طاقم البرنامج، كل عام وأنتم بخير، في أمان الله.